مشاهدينا الكرام، ينضم معنا عبر الهاتف سيد ياسر النجار المتخصص في الشأن السوري. أهلا بكم سيد ياسر. بداية نبدأ من مؤتمر أستانا، وإلى أي مدى يمكن أن تتطور فكرة مناطق خفض التصعيد إلى وقف شامل لإطلاق النار، وما الذي منع أن تكون كذلك منذ البداية؟ أستاذ ياسر النجار، ياسر النجار، أستاذ ياسر، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد ياسر النجار، سنحاول الاتصال به مرة أخرى. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نعود مرة أخرى للأستاذ ياسر النجار المتخصص في الشأن السوري. أهلا بكم سيد ياسر من جديد. نبدأ من مؤتمر أستانا، برأيكم إلى أي مدى يمكن أن تتطور فكرة مناطق خفض التصعيد إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتساءلنا عن الأسباب التي منعت أن تكون الفكرة كذلك منذ البداية. مساء الخير. حقيقة عندما نتكلم عن مناطق خفض التصعيد ننسى أن الاتفاق في بدايته كان هناك أربع مناطق خفض التصعيد، ولكن في نهاية الأمر وصلت المناطق إلى منطقة واحدة فقط لخفض التصعيد وهي في شمال سوريا، أي أن المناطق الثلاثة التي كانت واحدة في الوسط وواحدة في محيط دمشق الغوطة والأخرى في الجنوب تم قضمها وتم استهلاكها من خلال الروس الذين يعني لم يلتزموا بما يسمى اتفاقية خفض التصعيد. هذا من جانب. من جانب آخر أنا أرى حقيقة أن أبعاد الوصول إلى هذه المنطقة إلى أن تتحول إلى مناطق وقف إطلاق نار يعني يشوبه عدم رغبة أو عدم يعني اعتراض كامل من جانب إيران ومن جانب النظام. وجدنا أن هناك اختراق في خلال فترة ما بعد اجتماع الذي ضم الطيب أردوغان ورئيس بوتين في سوتشي الأخير، كان هناك اختراقات يقوم بها النظام ورسالة مفادها على أن إيران التي أبعدت عن اتفاق سوتشي لا يزال لها نفوذ وتستطيع أن تتدخل وتتدخل في يعني وتساهم في إفساد كل اتفاق إذا لم تشارك به. هذا من جانب. من جانب آخر أنا أرى أن روسيا نفسها كانت يعني فرحة أو راضية عما تقوم به إيران لعدة أسباب. السبب الأول لإيهام أو لإيصال رسالة إلى الدول العالم على أن عملية ضبط إيران ليس بالأمر البسيط، وأن روسيا يعني تتحمل الكثير من أجل ضبط الإيقاع الإيراني بالتزامها بالاتفاقات، وأنها لا تستطيع أن تضمن خروج إيران أيضا من سوريا. هذا من جانب. ومن جانب آخر هي توصل رسالة إلى تركيا على أنها غير سعيدة وغير راضية بالتقارب أو بأي تفاهمات قد تحصل بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا حول قضية منبج واتفاق ما يعرف بشمال شرق سوريا. لذلك أنا أرى حقيقة أن روسيا كانت راضية بما يعني بهذه الاختراقات، وهي أرادت أن توصل رسالة أيضا مفادها أن هناك إمكانية أن يصبح أن يتحقق شرخ ما بين الحاضنة المجتمعية في مناطق خفض التصعيد أو مناطق إدلب وما بين تركيا بسبب وجود قواتها التي لم تستطع أن تضمن وقف هذه الاختراقات، وتسببت هذه الاختراقات بقتل الكثير. أريد أن أتحدث معك قليلا عن موضوع الضربات الكيماوية التي استخدمت سابقا من قبل النظام. وفق الإحصائيات الدولية كان النظام هو المسؤول عن جل الهجمات الكيماوية التي وقعت طبعا في مناطق مختلفة من سوريا. دفاع روسيا عن النظام مستميت، ألا يجعلها شريكة فيما يجري، وما مصلحتها أيضا من خرق مناطق خفض التصعيد التي اتفقت بها مع تركيا؟ يعني نعلم جميعا أن روسيا في نهاية المطاف لم تقبل أو انسحبت من اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وهذا رسالة مفادها أن روسيا
لا تريد أن تتحمل كونها يعني الإدانة التي أصيب بها النظام الأسد من هذه المؤسسة. يقول أنه يدان النظام ويدان من سهل له هذا الأمر أو من ساعده على ارتكاب مثل هذه الجرائم، وبالتالي روسيا مدانة أصولا عبر هذا الاتهام، ولذلك هذا السبب التي انسحبت به روسيا من هذا الاتفاق. أما من جانب لماذا روسيا تريد أن تشرك هذا الأمر، أنا بتصور روسيا تريد أن ترسل رسالة أن الوضع في إدلب لا يزال غير مستقر، وبالتالي لا يعني لا وجود ولا مبرر لعملية الصراع في أي مسيرة حل أو مفاوضات سياسية. نعلم أن روسيا اشترطت أن يكون هناك ما يعرف باللجنة الدستورية، ولكن في بين هذا الأمر في بدايته، أما الآن نلاحظ أنها تماطل وتعطل تشكيل اللجنة الدستورية. إذا روسيا غير مهتمة بالمسير خطوات عملية باتجاه أي حل سياسي إلا طيب. إذا كان الحل السياسي التي ترى وهو إعادة يعني تشكيل بشار الأسد ونظامه من جديد. إذا عدت معك للحديث عن الضربات الكيماوية من جديد، واشنطن حذرت موسكو من التلاعب بمكان الضربات المصابة بالكيماوي، ما الذي تريده واشنطن أو ما الذي تريد إثباته، وما الذي يمنع تحركها لحماية المدنيين، وهي التي تقول طبعا إنها تريد إنهاء الوجود الإيراني ودوره في قمع الثورة السورية؟ يعني بتصور الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن ترسل رسائل متضاربة، ليس لديها أي خريطة حل باتجاه الحل السياسي بسوريا، هي تترك المجال مشرعا لروسيا، ولكنها تستطيع في نهاية الأمر في أي لحظة خلط الأوراق. أنا بتصوري رسالة يعني قاسية بالنسبة لروسيا تريد أن توصلها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها التي يعني ساهمت في ضربة جوية بمبررات غير منطقية أن هناك تم استخدام سلاح كيماوي، وبالتالي أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني استطاعت أن تأخذ على روسيا هذا المأخذ. ولكن أنا بتصوري الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف يعني هي تتلاعب بأوراق القوة والضغط على روسيا ليس أكثر، وليس ما آخر ما يهمها هو إيقاف أي عمل عسكري تقوم به روسيا بمد نفوذها في سوريا، حيث أن روسيا لم تستطع أن تمد كل هذا النفوذ لولا موافقة أمريكية ابتداء. طيب، يعني تحدثنا كثيرا بهذه الأمور المتعلقة بالقضايا السياسية والقضايا العسكرية، ولكن ماذا بعد هذه الصراعات؟ كيف سيكون شكل الحل برأيك؟ يعني أنا بتصوري روسيا حتى هذه اللحظة تحاول أن تقدم الكثير من الخرائط في الحل السياسي التي تضمن من خلالها استمرار وجود نظام بشار الأسد، استمرار وجود مصالحها على مستوى استراتيجي، وبالتالي هي يعني تشعر أن في نهاية المطاف أن الدول الاتحاد الأوروبي التي تقف يعني متفرجة أمام القرار الأمريكي حتى هذه اللحظة لا يتقدمون بأي خطوة إيجابية باتجاه هذا الأمر. أنا بتصوري روسيا تراهن أنه في نهاية المطاف الولايات المتحدة الأمريكية ستتنازل حول الملف السوري باتجاهها كما بدأ في مسيرة هذا الأمر أوباما، ولكن أنا بتصوري روسيا تطلب أكثر من ذلك، هي تريد حل شامل، هي تريد أن تشرك ملف المفاوضات بخصوص أوكرانيا، بخصوص شبه جزيرة القرم، والولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة لإعطاء روسيا أكثر من ذلك. لذلك نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات اقتصادية نتيجة موقف روسيا بانتهاكات التي تحصل في أوكرانيا، وبالتالي وفي حين أنها تترك لها الخيار في أن تقوم بأي عمل عسكري في سوريا وأي طلعة جوية وأي عملية قصف. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية لم تحزم أمرها بعد في ماذا تريده من روسيا في سوريا. من اسطنبول ياسر النجار المختص في الشأن السوري، شكرا جزيلا لك.